كريم محسن هو ملحن مصري شاب قرر ان هو يجرب حظه مع الغناء، لكن مشكلة كريم محسن ان دايما بيقولوا ان تامر حسني هو اللي بيرسم له كل خطواته سواء من الغناء او التلحين. كريم محسن احتفل مؤخرا باطلاق اول البوماته، كاميرات شوشرة كانت موجودة معاه. سألناه بشكل مباشر، ايه علاقتك بتامر حسني بالظبط وايه هي مشاريعك الفنية القادمة؟ تعالوا نشوف ردود كريم محسن. انا من زمان نفسي اغني، نفسي اتواجد، انا حابب اتفرج على التلفزيون، اشوف فنانين، اشوف اسامي كبيره، فنانين كبار، نفسي ان انا ابقى زيهم، نفسي في يوم من الايام اقول هل انا هبقى موجود وسطهم في يوم من الايام او لا. علاقتي بتامر حسني، هو اخويا الكبير، هو مكتشف كريم محسن، هو اعاد اكتشافه. يمكن انا عملت عملين قبل كده، بس يعني انا بقيت دلوقتي في حته تانية بفضل ربنا سبحانه وتعالى وتامر. يعني انا شايف هو اداني جزء كبير قوي من اهتمامه، هو ليه جمهور كبير، هو ليه الافات مؤلفه بتحبه، انا هو دخلني على الناس دي وخلى جمهوره يحبني، هو قدمني في حفلاته، وقدمني من خلال افلامه، وقدمني من خلال الالحان في البوماته. انا عامل لتامر ان شاء الله بالالبوم اللي جاي، يعني اللي هينزل الجديد ان شاء الله، 14 لحن. ما اعتقدش ان في ملحن بيتعامل مع تامر عمل له 14 اغنيه في سنتين يعني. فالحمد لله انا محظوظ، بحمد ربنا ان هو حط تامر في طريقي، هو عمل لي حاجات كتير قوي 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 قوي، مهما قعدت اتكلم عنها مش هخلصها والله، مش كلام مجامله. عرفني على الاستاذ المنتج الكبير المحترم استاذ محسن جابر، اللي انا بعتبر نفسي سعيد حظ ان انا معاه، لان هو اسم كبير جدا، اسم عريق وكبير قوي في عالم الانتاج. ربنا يحفظك ويحفظك 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 ويحفظك. 2010 مليانه حاجات كتير حلوه قوي بالنسبه لي، اخرهم البومي يعني قبل السنه الجديده بمفيش بايام، وطبعا انا سعيد جدا بده والله العظيم، وعايز احمد ربنا الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب على انك يعني عملت لي حاجات كتير قوي انا كان نفسي فيها. من قد ايه مستني اليوم واشوف ايدك في ايدي وتكفى الحب وانسى ليك الدنيا.